اهلا بحضراتكم وفاكركم ويكان. النهارده هنتكلم عن لاعب من اللي بيعشقه فريق الشباك واصبح في حاله غرام بينه وما بين مرمى الخصوم. هو النجم خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري اللي شعاره ويكان وهو بيتالق في الملاعب وبيحرز اهداف مميزه. خالد قمر بشعار ويكان كان ليه تجربه ناجحه مع نادي الزمالك حقق فيها الفوز بالدوري والكاس موسم 2014-2015 بنفس الشعار. خالد قمر بيتألق مع الاتحاد السكندري خلال الفترة دي وكان ليه دور مؤثر في وصول سيد البلد لدور الثمانية بالبطولة العربية. تعال نشوف مع بعض تقرير عن نجمنا النهارده خالد قمر ونرجع مرة تانية. أحد المهاجمين المميزين بالكرة المصرية الذين استطاعوا لفت الأنظار إليهم بقوة من خلال أهدافه المميزة، إنه خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري الذي عشق طريق الشباك. خالد قمر بدأ مسيرته الكروية مع نادي طنطا، وفي موسم 2008-2009 انتقل إلى نادي اتحاد الشرطة، ثم انضم إلى نادي الزمالك برفقة زميليه في الفريق وقتها معروف يوسف وأحمد دويدار، وذلك في يونيو 2014 مقابل 4 ملايين جنيه، ووقع الثلاثي على عقد لمدة 3 سنوات. وساهم قمر في فوز الزمالك بلقب الدوري لأول مرة منذ 11 عاما، وذلك في موسمه الأول مع الفريق وهو موسم 2014-2015، وكذلك حقق مع الفريق الأبيض لقب الكأس بالموسم ذاته، ثم انضم بعد ذلك إلى نادي سموحة في أغسطس عام 2015 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفوف الاتحاد السكندري على سبيل البيع النهائي. وأصبح خالد قمر معشوقا لجماهير سيد البلد نظرا لروعة أهدافه وقدرته على التسجيل بطرق مختلفة، سواء عن طريق ضربات الرأس أو التسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء، فضلا عن قدراته في مراوغة الخصوم والتلاعب بالمدافعين بطرق تنجح في خطف قلوب الجماهير. ويتميز خالد قمر بالقدرة على التألق والتميز في المواجهات الكبيرة، لذلك اعتاد على التسجيل بشباك الأهلي والزمالك، حيث هز شباك الفريق الأحمر مرتين وهو لاعب صفحة، ونجح في زيارة شباك الزمالك وهو لاعب بصفوف اتحاد الشرطة، وكذلك مع ناديه الحالي الاتحاد السكندري. خالد قمر بشعار وكان لسه عنده طموحات كبيره جدا للاستمرار في التالق والانضمام لصفوف منتخب مصر الاول في الفتره اللي جايه، بالتوفيق اكيد لخالد قمر. لغايه النهارده تكون انتهت، ولكن خلينا نسترجع سويا كده مدار فيها. اتكلمنا اكيد عن تراجع مستوى نادي الزمالك، واتكلمنا عن الاسباب، وعملنا اتصالاتنا سواء الصحفيه منها او كمان الفنيه عشان الوقوف على اخر المستجدات اللي ممكن تساعد مجلس اداره في حل مشكله نادي الزمالك. واكيد اتكلمنا عن قضيه مهمه جدا، التشكيك في المديرين الفنيين المصريين، ما يكون مدير فني منتمي للقلعتين سواء الاهلي او الزمالك ويكون بيدير مباراه قصاد الاهلي او الزمالك دايما بيكون بيلومه بعض الانتقادات، ولكن مدربين المصريين خلينا نرفع لهم القبعه وبياكدوا كل مباراه بيادوها قدام فريقهم الاصليه او الفريق اللي بينتمي ليه بيكون جدير بان هو يحترم سواء بأدائه أو حتى بشرفه في المهنة زي ما احنا بنقول، وأدائه في المباراة. كمان تركنا المباراة الأهلي والإسماعيلي قمة الأسبوع التاسع اللي هتكون يوم الخميس المقبل على استاد الماكس، وتكون مباراة هي الأفضل في الأسبوع التاسع، وكل أكيد بيراهن على أداء الأهلي اللي محتاج يوصل بالعلامة الكاملة مرة تانية. الإسماعيلي اللي حابب يستفيق هو الآخر، المباراة هتبقى قوية النهارده. كمان استعرضنا سويا دول 16 دوري أبطال أوروبا، مباراة قوية جدا، وأكيد الكل هيسعى ويشوف مباراة أتلتيكو مدريد مع ليفربول لمتابعة نجمنا محمد صلاح فخر العرب زي ما احنا بنقول. النهارده هيكون معاكم استوديو التحليل استكمال مباريات الأسبوع الثامن، هيكون إنبي مع نادي المصري، وبيراميدز مع الجونة، مع استوديو التحليلي على شاشتكم تايم سبورت، أكيد هتتابعوا أفضل استوديوهات التحليلية. كده تكون حلقتنا النهارده انتهت، أشوفكم على خير وحلقة جديدة، إلى اللقاء.